اسمر يا حلو يا سيمون يا حلو مخرج ومعد برامج غير عادي، مبدع في عالم الشاشة الصغيرة غاب. إنه سيمون أسمر، ذاك الشاب العاشق للصوت والصورة بكل تفاصيل شغفه. هذا درس الفنون الإلكترونية وهندسة الصوت والإخراج والمسرح، وأدخل معه شهاداته الجامعية إلى عالم التلفزيون بالأسود والأبيض، ليبدأ مشوار الصورة من تلفزيون لبنان، حيث عمل 20 عاماً كمدير ومخرج ومهندس للصوت، ومشوار الصوت في الإذاعة اللبنانية حيث أمضى 10 سنوات كمخرج، وفي إذاعة الوانوتو حيث تولى إدارة البرامج. إلى الشركة اللبنانية للإرسال حمل أسمر خبرته وضحكته وحبه وكل آماله، وعلى وقع مخيلته وصوته رسم مئات البرامج ونفذها، فانطلقت معه المحطة الفتية. تبوؤه منصب مدير برامج المنوعات لم يحل مرة دون تدخله في أدق تفاصيل البرامج التي كانت تشبهه بفرحه وسرعة بديهته. وكما كان هو دينامو المحطة، كانت برامجه دينامو ليالي اللبنانيين التي طغت عليها الحرب سنين طويلة. تبرك يلا حلم يا عبد الله يا محبوب انسوني. فعلى وقع برامج الألعاب والتسلية والبرامج الثقافية والتربوية والتراثية والسياسية والحوارية الاجتماعية، إضافة إلى البرامج الفنية والمهرجانات والسهرات، انتظر اللبنانيون هواة صغار عرف سيمون أسمر كيف يجعلهم فنانين كبارا. غنجاتها وروحاتها، هو من امتلك الحس الذي سمح له الحكم على النجاح والفشل في أقل من دقيقة. كل اللي بيسقطوا سقطوا سيمون أسمر، وكل اللي نجحوا نجحوا لأنهم عندهم شيء. كالمايسترو كان يدير البرامج بمزاج ناري وكلمات مختارة ومرح يزيل ضغط العمل وضرائب النجاح والفشل. أنت سيرفي أنه كلهم يكونوا فلوا على السريع. أحب التفاصيل وعمل على ثواني جمالية الصوت والصورة. أضاف صانع النجوم السحر والتألق والجمال إلى الشاشة الصغيرة. كل حياتي جربت أنجح بالنهار اللي كنت فيه، ولا نهار فكرت أنه رح أصير مخرج. فترك لعالم التلفزيون ولعالم الفن تاريخاً ومستقبلاً من الألوان والحب والنجومية والفرح. من 25 سنة وقبل إطلالة استوديو الفن كان استوديو الفن مغامرة. بقول لك ألف مرة عني وعن كل اللبنانية ميرسي، شكرا. كما ترك لزوجته ندى كريدي وأولاده وسيم كريم وبشير اسما سيذكره لبنان والعالم. خلال تاريخي الفني فتشت عن كل موهبة بحاجة لإضاءة وحولها صوت وصورة، وكل ما سمعت صوت حلو بيغني أمجاد الشرق وبيلمع لمعة فنية هديته بإيد قلبي تتبقى أرضنا أرض الكبار. اسم صنع جيلاً من الفنانين، اسمه جيل المبدع سيمون أسمر، وحياة ملؤها الأمل بأن الغد سيكون أفضل.